اسعد الله اوقاتكم مشاهدينا الكرام طلبه الصف الثاني المتوسط عدنا معكم بدرس جديد من دروس ماده الرياضيات وتحديدا الفصل الاول درسنا لهذا اليوم سوف يكون مخصص لموضوع القوى السالبه والصوره العلميه للعدد. عزيزي الطالب لو نلاحظ أخذنا جزء من أسئلة تدرب وحل التمرينات وما يتعلق كيفية حل الأسئلة أو الأعداد أو التي تحمل أسس أو قوى سالبة مثلا احسب الأسس السالبة لكل مما يأتي وما يتعلق مثلا أخذنا السؤال الأول ألا وهو سبعة مرفوع للقوى سالب اثنين كيفيه ايجاد ناتج او عدد او كيفيه التخلص من الاسس السالبه اخذنا قاعده كعامه اذا كان اي عدد يحمل او مرفوع للقوه لعدد سالب كيفيه جعله موجب وبالتاكيد انزاله للمقام شلون راح نستخدم القاعده بشكل كامل عزيز الطالب لو شويه نسولف وياك اني الانكال فكيفية جعل التخلص من الأسس السالبة هو بإنزال الأس مع الأساس للمقام ليصبح الأس للأساس سوف يكون الأس موجب فهنا بالحالة عزيز الطالب لو لاحظ سبعة مرفوع للقوى سالب اثنين سوف يكون الناتج هو واحد مقسوما على سبعه مرفوع للاس سالب سوف يصبح موجب اثنين فهنا بالحاله اتينا بالخطوه الاولى سوف يصبح واحد مقسوما على سبعه مرفوع للاس موجب اثنين زين هسه هنا بالحاله كيفيه ايجاد ناتج سبعه مرفوع لأس موجب اثنين وهنا بهالحالة سوف يكون هو حاصل ضرب سبعة مضروبا في سبعة فهنا سوف يكون الناتج هو واحد على تسعة وأربعين إذن ناتج تبسيط المقدار سبعة مرفوع لأس سالب اثنين هو واحد على تسعة وأربعين زين لو أخذنا السؤال الثاني عزيز الطالب الا وهو سالب 2 مرفوع لاس سالب 4 شلون اه اوجد هذا الناتج وكيفيه التخلص من الاس السالب وهنا بالحاله سوف يكون الأسمالتي موجب إذا نزلت آني العدد مع الأسمالتي للمقام ليصبح الأسمالتي موجب إذا سوف تتغير الإشارة من إشارة سالبة إلى إشارة موجبة وبعد تحويله إلى الأس إلى موجب سوف أتمكن من إيجاد الناتج للقيمة العددية فهنا بالحالة عزيز الطالب سوف يصبح لدينا ألا وهو واحد على سالب 2 مرفوع للقوه موجب 4 زين هنا شويه اسولف انا وياك لو الاحظ داخل القوس هو سالب 2 سالب 2 مرفوع للاس آه موجب 4 وهنا اريد نسولف انا وياك ان كان المقدار هل هو سالب هل هو موجب ومرفوع لاس ان كان الاس مالتي زوجي وان كان الاس مالتي فردي فان كان عزيز الطالب أي مقدار أو أي عدد سالب مرفوع لأس زوجي سوف يكون الناتج موجب وإن كان العدد مرفوع لأس سالب مرفوع لأس فردي سوف تبقى الإشارة سالبة وهنا بالحالة شلون نتحقق لو لاحظ آني وياك ألا وهو سالب اثنين مرفوع للقوة أربعة إشارة على أنه سالب اثنين مضروب بسالب اثنين مضروب بسالب اثنين مضروب بسالب اثنين وعرفت سابقا ضرب الاشارات فهنا سالب بالسالب سوف يكون الاشاره موجبه وموجب في السالب سوف يكون الناتج سالب وسالب في الاشاره السالبه سوف يكون الناتج موجب وهنا بالحاله سوف يصبح الناتج لدينا واحد على موجب لكن بقى عندنا 2 مرفوع لاس موجب 4، وهنا بالحالة اضرب العدد في نفسه 4 مرات وراح يكون الناتج عندي 2 في 2 في 2 في 2، اذا سوف يكون الناتج هو 16، فراح يكون الناتج النهائي هو 1 على 16، وهنا بسطنا المقدار وتخلصنا من الاس السالب وجدنا الناتج النهائي. هذا ما يتعلق بالنسبة للسؤال الأول بخصوص الأسس السالبة زين لو أخذنا سالب ثلاثة مرفوع للقوة أو مرفوع لأس سالب اثنين هنا لاحظ وياك عزيزي الطالب ركز وياي هنا بخصوص هنا هذا الرقم هنا بالحالة ما خلالي أقواس إشارة على أنه السالب اثنين هو إلى الرقم سالب ثلاثة كليته يختلف يختلف عن السؤال السابق يعني شوية نرجع أنا وياك بخصوص مثلا من ذكر العدد سالب اثنين مرفوع لأس سالب اربعة هنا خلاليا بين قوسين لكن يختلف عن السؤال إن كان السؤال الثالث هو سالب ثلاثة مرفوع لأس سالب اثنين إشارة على أنه السالب اثنين هي فقط المن للعدد ثلاثة إذا هل السالب راح تدخل من ضمن مرفوعة لأس سالب اثنين لا بالتأكيد هنا سالب اثنين هو يختص بالنسبة للعدد ثلاثة فقط كيفية إيجاد ناتج والتخلص من الأس السالب سوف يصبح لدينا سالب واحد مقسوما على ثلاثة مرفوع لأس تربيع وهنا بالحالة هاي يمك عزيز الطالب وبالتأكيد تكون عملية مبسطة وبسيطة جداً فثلاثة تربيع راح يكون الناتج عندي هو سالب واحد على تسعة. أما بالنسبة للسؤال الرابع هنا بنفس الصيغة شوية غيرنا بين السؤال الثالث والسؤال الرابع راح يكون الناتج عندنا هو واحد على سالب ثلاثة تربيع وسالب ثلاثة تربيع شوف دخلت داخل القوس إذا سوف يصبح الناتج لدينا واحد على موجب تسعة. هذا ما يتعلق بالنسبة عزيز الطالب بالنسبة للسؤال الأول أخذنا سؤال ثاني ألا وهو استعمل ترتيب العمليات لتحسب كل مما يأتي هنا شلون أني أوجد النواتج أولا التخلص من الأعداد المرفوعة لأس سالبة وهنا لو ألاحظ عندي خمسة مرفوعة لأس سالب اثنين عندي سالب واحد مرفوع لأس سالب ثلاثة أما ما عندي مشكلة بواحد على أربعة وواحد على اثنين شلون راح اتعامل بالسؤال لاحظ 1 على 4 نزل كما هو تعاملت ويا 5 مرفوعه لاس سالب 2 اصبحت 1 على 5 مرفوعه لاس موجب 2 ناقصاً هنا 1 على سالب 1 مرفوع للقوه موجب 3 ناقصاً 1 على 2 هنا بالحاله 5 تربيع وهنا كيفيه حساب سالب 1 مرفوع لأس موجب ثلاثة أوجد ناتجهم بشكل كامل ليصبح لدينا واحد على خمسة وعشرين وهنا بما أنه مرفوع لأس فردي فيصبح عندي سالب واحد يبقى عندي سالب واحد زين هنا واحد على سالب واحد راح يكون الناتج سالب واحد وعندي مقدم أو مسبوق بإشارة سالبة سوف يصبح لدينا موجب واحد أذهب لتوحيد المقامات واوجد الناتج بشكل كامل والمضاعف المشترك الاصغر للمقامات الا وهو سوف يكون لدينا 100 ف 100 على 4 سوف يكون الناتج هو 25 مضروبا ب1 نزلت 25 100 على 25 4 في 1 4 زائدا 100 هنا باعتبار مقامه 1 سوف ينتج لدينا 100 ناقصين 50 لاوجد حساب الناتج النهائي هو 79 على 100 في حال وجود اختصار وتبسيط اني اختصر وفي حال عدم وجود اختصار وتبسيط اني انهي جوابي ل 79 على 100 زين اخذنا سؤال ثاني الا وهو 8 مرفوع لاس 0 ناقصا سالب 3 مرفوع لاس موجب 2 ناقصا 1 مرفوع لاس سالب 4 زائد 1 على 9 زين شلون اوجد الناتج هنا بما انه اي عدد مرفوع لاس سالب هو الناتج مالته واحد وهذا حسب قاعده درسها الطالب سابقا ناقصا هنا سالب ثلاثه مرفوع لاس زوجي سوف يصبح الناتج عندي موجب وموجب مسبوقا باشاره سالبه سوف يبقى سالب ثلاثه تربيع نزلت ثلاثه تربيع هنا تعاملت كيفيه جعل العدد الاس مالته موجب نزلته للمقام ليصبح لدينا واحد على واحد مرفوع لأس موجب أربعة زائدا واحد على تسعة أوجد ناتج ثلاثة تربيع على وهي تسعة وأوجد ناتج واحد مرفوع لأس موجب أربعة سوف يكون الناتج هو واحد وهنا بالحالة أوجد الاختصار سالب واحد مع موجب واحد راح إذا سوف يكون الناتج هو سالب تسعة زائد واحد على تسعة أذهب أيضا لتوحيد المقامات عزيز الطالب وأخذ المضاعف المشترك الأصغر للمقامات ألا وهو التسعة لإيجاد وحساب القيمة العددية وهنا بالحالة مقامة واحد سوف يكون الناتج هو سالب واحد ثمانين زائدا واحد وسوف يكون الناتج النهائي سالب ثمانين مقسوما على تسعة بهذا المقدار عزيزي الطالب نتمنى لكم التوفيق والنجاح الدائم ملتقانا معكم بدروس قادمة إلى ذلك الوقت نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته